هذا المحتوى مخصص للمشاهد الناضج فقط. يا بيف درب المهالك نزل كلاس الأسطورة يا شباب. 9 مليون فيوز. قد عدد سكان الأردن كلها يا زلمة. بعدين رح نعمل شو اسمه المتلازمة بالآخر. نعمل الانترو على السريع. مرحبا يا بي استاذ معاكم هون. And we are back. كلاش الأسطورة درب المهالك. It's gonna be good. Let's go. من هلا يا زلمة. من هلا مبينة حلوة. شوف البيت كيف. ولي ولع. شباب اللي عم بيولع يا ولع. رولكس ولع. Dead in the middle of little did we know. ولا ربك اللي جابك هلابك عند اللي مسلط عليك من ربك عذابك جابك بركابك العبد انا جاء انسابك حسابك ولك اولد سكول كمل حسابك تسلط على الناس تبكي لما تنداس بسهولة تنحاس ماله في القلم والقرطاس لما هايط وانتك قام يسوي مظلوم شوف قديش احلى يا زلمة شوف من هلا قديش احلى الاغنيه انت قد اللي تقوله ما في شيء تطوله بس يا خيخه واللي زيه بس يا خيخه تقوله على مين تدور الخراج لولو لما الرجال التكولو هيو البيه هيو البيه ناس يفزعوله معدوم من كل النواحي مين ذا اللي منك يخاف جاثوم يابو انت صاحي مين اللي بيخاف منك يا حبيبي مين اللي بيخاف منك انت صاحي تضحك على الجهال تبغى هيو هيو توق الفيلم يا بوسيكات ليش بضل يحطوا له البسس ليه بضل يحطوا له البسس يا جماعة يخاف جاثوم يابو انت صاحي تضحك على الجهال تبغى تسوق الفيلم يا ابن انت اللي يحلم فيك ما بيقوم الا محتلم تتبكبك تتمسكن معروفة زي العاهرة اللي تحلف انه بيتها شريف وصوت الطعش يسمعه من ورا الباب كذاب ويعرف انه الناس تعرف انه كذاب تفضل على الساحة عدلت اغلاطها الوحيد بوجهك انمسح بلاطها كفل فمك يا ملطشة مالك علي احد منا ما صرت الا لما كنا طلعتك فضلها منا قعرور دايم تقول انك ولد ناس طلعهم الموضوع من تراهم مقياس ترى بلك لو تعيبهم ما في ناس يرضوا انك في الانستا تبث وتعرض الاو ايوه حكى على الانستا بضل يبث على الانستا يعاين الضرر ارق وسهر طول الدهر ايقونة في الفشل كل ما هايط انثبر ما يصنف رابر لو اتجاهلته انقبر ما يصنف رابر لو انجهلته انقبر انت حتى من تحت من رابر بعطيك فرصة لحد يقول له سري كتب بيتين فصحى مكرن مفرق جماعة المتنبي وابو العلاء المعري واللي طلع معه ابو الغباء المتعري ليش ليه بضلهم يعملوا شكله بسه ممكن حدا يفهمني ليه بضل يحكوا عنه بوسيكات هذا منتهاك انت اسطوره في الرجاء دي جي ام جي هان يا بيس الحسد فسد وفلسعت اسلاك كرنج يحسب انه كوميدي كرنج بيحسب انه كوميدي كانيا ويست من التناكة شوف كيف يشدق وجهه كانه ضارب فلاكة الله يشفيه كيف يشدق وجهه كانه ضارب فلاكة توقتيكي طاقة يتعلم سباكة بالنذارة انت بالفطرة فيك السباكة يا اخي عنده جو توباك ماذا دهاكة جاب سيرة توباك جاب سيرة توباك الفطرة فيك السباكة وش جاك هات لا توباك ماذا هاكا اللي مالك فيه لا تتورط في شباكة انا ملك الراب وانا لست الا رجل فعول الكلم حاد القلم يوم سلة بحروف جر اجرك بحروف اجيب لك العلة بحروف جر بجرك يا زلمة بارز انت لو ملك عز الله دولتك محتلة الفلاكة هي المخدرات الرخيصة لجل دنيا بدينه يستهين ترى البلاها اللي تسويها دي ردة عن إلوميكاتي إلوميكاتي ليه بيضل يسموه بس مش فاهم حدا يحط لنا بالكومنتس ليش بوسيكات الدين بالعين والمثلث تتلزق في الماسونيين ولا عطوك وجه غبي خاسر الدنيا والدين الموحد ما ينقلب لو طب أرض سادها والأصنام الفجعة في قلوب عبادها فاس الخليل أكسر أصنامهم المنبوذة ده لحمق استعين ضدي بصنم بوذا ضعيف الراب والشخصية ما حد معطي احترام لا في الراب ولا في حياته العادية الكل عليك يطقطق مالك هيبة ما انت سالك جبتها لنفسك ما حد قلك تمشي في درب المهالك نصحتك من قبل ما تسمع الكلام لو تقرب مني شبر بذوق كلالام ما بتعيش بسلام بطلع لك حتى في الأحلام كابوس لك حقيقي في واقعك والمنام يا زلمة كلاش أسطورة شوف ما كان عنده فلو سريع لكن تتسلى يا زلمة مبسوط بالأغنية عم تتسلى
منو منو